بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. احييكم من جديد وارحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحنية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، عراقة الماضي وطموح المستقبل وفخر للأجيال. هنا مع انطلاقات سن الثنايا في هذا السباق، سباق المؤسس طيب الله ثراه. انطلق الشوط وانطلقت آمال المتابعين لنيل ناموس مشرف والانتصار مباشرة المركز الأول، الصدارة الأولى. هنالك سراب عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، من يقدم لنا سرابه بالأداء الكبير وبالأداء المتميز على الصدارة الأولى. بينما النقل الانتقال الى ثاني التحديات القادمة، الشرود هنا بشعار طالب بن علي بن طالب بن محمد بن شفيع على المركز الثاني. من يقدم لنا الشرود؟ المركز الثالث أتابع نوادر بشعار فرج بن علي بن هادي بن حفار المري على المركز الثالث. هنا من الجانب الأيمن المركز الرابع، انتقل بدوري لكي أتابع منوه محمد بن حمد بن ناصر الحمد النعيمي على المركز الرابع. المركز الخامس هنا أختم به هذا النداء، تابع الواصلة هنالك على المركز الخامس البترول بشعار احمد بن خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة للفايف ستار. اعود الى البيج ستار، الى الصدارة الاولى، الى المركز الاول، الكل باحث عن الناموس والانتصار. اعود مع سراب عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، من يقدم لنا سراب على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني انتقل واتابع ثاني التحديات منه محمد بن حمد بن ناصر الحمد النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني على المركز الثالث. المركز الرابع انتقل لكي يتابع هنا الواصلة على المركز الرابع، هنالك وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني على المركز الثالث. المركز الرابع هنا انتقل واتابع أعود إلى الصدارة متابعين الكرام، إلى المقدمة الأولى، إلى الصدارة. يا سلام، سرابة 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 لا زالت على الصدارة متقدمة في صدارة الشوط. عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، من يقدم لنا سرابة على المركز الأول؟ المركز الثاني أتقدم وأتابع إلى ثاني التحديات القادمة. هنالك منوه محمد بن حمد بن ناصر الحمد النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام، المركز الثالث المتقدمة والواصلة. هنالك غزوة محمد بن راشد بن غانم بن يافور المنصوري يتقدم إلى ثالث التحديات وأول النداءات إلى غزوة. المركز الرابع أتابع الواصلة، هنالك الشرود طالب بن علي بن طالب بن محمد بن شفيع على المركز الرابع. المركز الخامس هنا القادمة ند الشبة سالم بن محمد بن سهيل العامري على المركز الخامس. يا سلام، هكذا هي النتيجة يا من تتابع، يا من
تستمع عبر قناة الريان الفضائية. أعلنت على مسامعكم الكريمة الخمس المراكز المتقدمة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود التي لا زالت صامدة في مقدمة الأسماء، تقود المسيرة بكل ثقة. هنا سرابة، الله الله، عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري متقدما في الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني من ومن ومن محمد بن حمد بن ناصر النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث، أتابع هنا غزوة محمد بن راشد بن غانم بن يافور المنصوري على المركز الثالث. من يقدم لنا غزوة على المركز الثالث؟ المركز الرابع، انتقل بدوري لكي أتابع الواصل ند الشبة سالم بن محمد بن سهيل العامري على المركز الرابع. من يقدم لنا ند الشبة على المركز الرابع؟ المركز الخامس، يا سلام، المركز الخامس الواصلة، وهايب هنا بشعار حمد بن سيف بن معضد المشغوني على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة. أعود إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول، يا سلام، سرابة 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 على المقدمة، سرابة، الله الله عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. من يقدم لنا سرابة على المركز الأول؟ المركز الثاني، تتقدم هنا منوة بشعار محمد بن حمد بن ناصر النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث، أتابع غزوة محمد بن راشد بن غانم بن يافور المنصوري على المركز الثالث. المركز الرابع، القادمة والواصلة هنالك على المركز، المركز الرابع الواصل ند الشبة سالم بن محمد بن سهيل العامري. من يقدم لنا ند الشبة؟ الله الله الله، المركز الخامس الواصلة وهايب حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني على المركز الخامس. أعود مباشرة، أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، يا سلام، سرابة 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 على المركز الأول، يا سلام، عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. من يقدم لنا سرابة على المركز الأول؟ لا زالت صامدة متربعة على عرش الصدارة، تقود المسيرة بكل ثقة، بأداء كبير، بأداء متميز. هنا باحثة عن الناموس المشرف، الله الله الله، والناموس الواحد هو المشاركة في سباق المؤسس، طيب الله ثراه. المركز الثاني، تتقدم منوة هنالك بشعار محمد بن حمد بن ناصر النعيمي. من يقدم لنا منوة على المركز الثاني؟ المركز الثالث، أتابع غزوة هنا بشعار محمد بن راشد بن غانم بن يافور المنصوري على المركز الثالث. المركز الرابع، الله 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 الله، هنا وصلت وهايب بشعار حمد بن سيف بن معضد المشغوني على المركز الرابع. المركز الخامس الواصل ند الشبة بشعار سالم بن محمد بن سهيل العامري. من يقدم لنا ند الشبة؟ الله الله، هكذا هي النتيجة. أعود مباشرة إلى الصدارة الأولى، إلى المكان المرغوب، إلى المكان المحبوب، إلى المكان الذي يتمناه الجميع، ألا وهو الصدارة، المركز الأول، يا باي، الله الله الله، سراب على المركز الأول، عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. من يقدم لنا سرابة؟ لا زالت صامدة، الكيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن خط النهاية وعن الناموس وعن الانتصار. من وحل المركز الثاني، هنا بشعار محمد بن حمد بن ناصر النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث، القادمة هنا،
غزوة بشعار محمد بن راشد بن غانم بن يافور المنصوري على المركز الثالث والمركز الرابع. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات المتميزة، وصلت غرايب الله، وصل شعار بن عقيل مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت على المركز الرابع أو المركز الثالث المركز الخامس. انتقل وأتابع الواصلة عناوين عناوين علي بن راشد بن علي الجابر المري، أعود إلى الصدارة. سراب سراب على المركز الأول، الناموس لا زال مع سراب. 800 متر الأخيرة يا باي، الله 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 الله. عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري يذهب بالسلام. الواصل هنا القادمة القادمة الظبي راشد بن محمد بن راشد المنصوري، وصلت أيضا إلى الكسحاي، ولكن أعود 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 إلى الصدارة. راحت بالسلام، راحت بالانتصار. سراب قامت بالشوط راس وانهت هذا الشوط راس. سلام سلام لك يا عبد العزيز، يا بن سالم، يا بن عبد العزيز، يا المري على هذا الأداء الكبير التي تقدم سراب. سلام 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 عليكم على هذا الفوز الكبير. تهانينا والناموس، إذن السلام والانتصار والفوز الكبير يذهب مع سراب عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. الله الله الله، لحظة الوصول من سراب، هنا تعلن الانتصار والفوز الكبير والمشرف. المركز الثاني القادم الظبي راشد بن محمد بن راشد المنصوري، على المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث عناوين علي بن راشد بن علي الجابر المري. المركز الرابع غزوة محمد بن راشد بن غانم بن يافور المنصوري، على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك غرايم مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت. اذا تانينا والناموس لمالك سراب عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. تانينا والناموس، التوقيت الزمني، لحظة الوصول من سراب. عشر دقيقة 44 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. هكذا كان توقيت سرابة ذاهبة بناموس وبانتصار مشرف. المركز الثاني توقيتها الزمني، توقيت الظبي راشد بن حمد بن راشد المنصوري، توقيتها 12 دقيقة 47 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. المركز الثالث هنالك عناوين علي بن راشد بن علي الجابر المري، توقيتها الزمني. لحظة الوصول، لحظة الوصول من عناوين 12 دقيقة 56 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. إذا تانينا والناموس